مشاهدي قناه الرياضي، نعم الله مساءكم ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الاسبوعي الحكم الاخر، البرنامج الذي يتابع الحالات التحكيميه على مستوى الدوري المغربي الاحترافي والصور التي تتوفر او ان وفرت حسب الظروف بالنسبه للقسم الوطني الثاني. دائما للتواصل هناك البريد الالكتروني الحكم الاخر @arriadia.com او عبر الموقع التواصل هناك الصفحه الرسميه للبرنامج facebook.com/emission.الحكم الاخر. باسمكم نرحب بمحلل البرنامج سي عبد العزيز بلفتوح، مرحبا بك. مرحبا بك الاخ يسري وبجميع متتبعي ومهتمي برنامج الحكم الاخر. كذلك سي حسن خونات يعود معنا لبرنامج الحكم الاخر بعد طول غياب، مرحبا بك حسن. مرحبا بسي يسري، مرحبا بالساده المشاهدين الكرام. اكيد البدايه غتكون كنهنيو فريق الدفاع الحسني الجديد التاهل امام ايس كيغالي بعد ما انتصر بثلاث اهداف مقابل لا شيء ملعب العبدي بمدينه الجديده، بعد ما انهزم في الذهاب بهدف مقابل لا شيء. اذا انتصار بثلاث اهداف، انتصار مستحق. مبروك الدفاع الحسني الجديد يمثل الكره المغربيه الوحيد على مستوى المنافسات القاريه. فهاد اللقاء كانوا سبعه ديال الحالات التحكيميه، وبحكم السيطره ديال فريق الدفاع الحسني الجديد على الكره والمحاولات، فهاد سبعه ديال الحالات هي كانت للدفاع الحسني الجديد. نبداو بالدقيقه 14، هل هناك خطا في هذه الحاله التحكيميه؟ تفضل سي خونات. بالفعل كاين خطا نضرب الخصم، خطا واضح. سي بلفتوح. بالفعل هنالك خطا في هذه الحاله، والخطا هنا باهمال والاعلان عن الخطا كان قرارا صائبا في هذه الحاله. 15، هل هناك ضربه جزاء لفريق الدفاع الحسني الجديد؟ نشوف هذه الحاله التحكيميه واش فيها خطا ولا ما فيهاش خطا. تفضل سي بلفتوح. بالفعل نشوفوا هنايا في هذه النقطه الان اللي غادي يجي كل لاعب اللي غادي يقذف الكره ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي، فرجل ديال اللاعب المدافع فاتجهت لرجل ديال اللاعب اللي كان غادي يقذف، وكان هناك خطا وكان على الحكم ان يعلن ان كانت هناك. شوفوا الاعاده مروان اذا كان ممكن. تفضل سي خونا، شنو كيظهر لك في هذه الحاله التحكيميه؟ بالفعل كتبان هناك، كيبان هنا المدافع شفت اليد ديال المدافع، اليد اليسرى الرجل هي المؤثره في لم يكن بامكان المدافع الاستحواذ على الكره، وكان بين الكره وبينه المهاجم، لذلك اذا ضربه جزاء ما تمش اعلان عنها لفريق الدفاع الحسني الجديدي. دقيقه 21، هل هناك خطا لصالح فريق الدفاع الحسني الجديدي؟ تفضل سي خونات. في هذه الحاله ليس هناك خطا، لاعب مدافع لعب مباشره للكره وكان احتكاك عادي النهارده ضرر نشوفوا الاعاده ونشوفوا سي بلفتوح. بالفعل هناك الاحتكاك مشى اللاعب انه باش يضرب الكره، ولكن بقات الرجل ديالو رجل يسرى كانت مرتفعه في الاتجاه ديال اللاعب، وربما تنظن انه كان هنالك خطا في هذه الحاله. خطا غادي نشوفوا الموقع ديال الخطا، لان سخونتي لا توشف، لان المقابله فيها فريق طرف من البطوله المغربيه والدفاع الحسني الجديدي، وكاين كيغالي هنا، واش داخل ولا خارج منطقه العمليات؟ نرجعوا نشوفوا الخطا هنايا، تنشوفوا في الوقت اللي غادي فين غادي يوقع لو كونتاكت ما بين الرجل. خارج منطقه العمليات، غادي يكون خارج منطقه العمليات. شي خونات، واش كتفق في هذه العمليه ديال ضربه خطا ام لا؟ او ماشي ليس هناك خطا، لاعب واخا تشوف الرجل اليسرى مرتفعه لا؟ مع لي نونسي نورمال، اللاعب ملي كيلعب الكره ما يمكنش غيجمع رجلو، مع لي لون ديالو غيمشي غيسوطي، هو لوبجيكتيف ديالو لعب الكره. كل ما لعبش الكره غنقولوا كاين نعم. سواء اهمال سواء حتى انا ما قريتش القانون، ولكن كتقول لي خاص الرجل تكون في الارض. هنا في التاكل ربما هنا اللي بغى اللي قال السي خوناس، وانه في الوقت اللي لعب الكره تهزات الرجل ديالو، وعلاش تعطات المصطلح ديال الاهمال. الاهمال في الوقت اللي غادي يمشي الكره، الا كانت الرجل ديالي او الحركه اي حركه من الحركات اللي يمكن يقوم بها يمكن لها تسبب عرقله بالنسبه للاعب الخصم، فهنالك يعتبر هذا هو باش تعطاته الصيغه ديال الاهمال او عطاته هذا المصطلح ديال الاهمال. علاش؟ لانه تمشي للعب الكره، ولكن يتواجد مثلا تتواجد الرجل ديالي او اي جزء من الجسم ديالي اللي يمكن له يشكل عرقله على اللاعب الخصم. وهو وربما انا في المنظور ديالي تنشوف بان ذاك الارتفاع ديال الرجل اللي بقى تما شكلت عرقله هنا باش زالت النيه. باش ما كنا قبل كان تنقولوا بانه بتعمد، هنا ما تنقولوش هنا التعمد، وان كان هو دائمني نعم. ولكن ما كاينش تعمد في هذه الحاله نعم. تتبقى ذاك الرجل قد شك هنا كنشوفوا الاعاده. انا في رايي ديالي تنشوف بان كان هنالك خطا في هذه الحاله نعم. والرجل المرتفعه هي التي سببت العرقله نعم. او حجزت المرور نعم. ديال اللاعب. نمشيو للدقيقه 24، هل هناك ضربه جزاء ام خطا
لفريق الدفاع ام لا شيء. في هذه الحاله التحكيميه الحكم لم يعلن اي شيء ونشوفوا الاعاده. تفضل سي خونات. هنا كاين الخطا اللي كنشوفوا اللاعب ديال الدفاع الحسن الجديدي هو اللي لعب الكره، لاعب منافس ابتعد عنهم الكره لذلك قام وعرقل اللاعب ديال الدفاع الحسن الجديدي. هنا لهذه الحاله ندخلوا في اطار ديال الاهمال بالنسبه لي انا. سي مرتاح تنشوف انا ربما السبب الرئيسي في سقوط اللاعب وهو عمليه الدفع. شوفوا اليد ديال هي تدفع، اما الالتقاء بالارجل لم يكن هنالك يعني اصطدام او تلامس بالارجل، ولكن كانت هناك عمليه الدفع اللي جعلت ان اللاعب. وهذه العمليه هذه واش فيها داخل منطقه العمليات؟ اذا كانت بالفعل تبقى لك الخطا داخل منطقه العمليات فهو يحتسب ركله الجزاء. باش نحددوا الموقع ديال وجود الخطا حسب الصوره. انا غادي نشوفوا الاعاده هنا. العمليه ديال الدفع وقعت ما نشوفوش مرة اخرى خارج فوالا خارج منطقه العمليات، ولكن كان السقوط تعتبر ان عمليه الدفع بحال العمليه الاخرى. 36 خطا للدفاع الحسن الجديدي في هذه الحاله التحكيميه. واش كاين خطا ولا ما كاينش؟ الحكم مره اخرى لم يعلن عن اي شيء. تفضل سي خونات. خطا وخصوصا ان الحكم عنده مشكل في الاخطاء اللي قريبه مع الاسف كتشوفوا قريب من الاكسيون. بالفعل هنالك خطا القرب من العمليات وربما لم ينتبه الى الخطا وتبقى بالفعل هذا هو. لكن الخطا اما الخطا فهو موجود هنا في هذه الحاله. 62 تسلل، هل موجود على مهاجم فريق الدفاع الحسن الجديدي؟ الصوره واضحه، تسلل واضح. نمر 72 هنا العملية أظن واضحة. 72 ضربة جزاء لفريق الدفاع الحسن الجديدي، ومدى مشروعية هاد ضربة الجزاء؟ شوفوا الإعادة. تفضل سي بلفتوح. لا أرى هنالك ضربة جزاء بتاتا، وإن لمست الكرة تشوف حتى اللاعب قبل من الوصول ديال الكرة فهو قد يعني دار واحد العملية ديال جمع الأيدين ديالو تفاديا للمس الكرة، والكرة كانت تصطدم بطريقة عفوية نظرا للقرب ديال العوامل ديال العوامل اللي تنعرفوها كاملة وهي القرب، المسافة، السرعة، الكرة الغير المنتظرة. فتنظن أنه لم تكن هنالك ركلة جزاء في هذه الحالة. تغيير اتجاه الكرة حتى هو عامل، ما بقاش اللي غادي تقيس في اليد. نشوف أنا في الوقت واش اليد اللي قاصت ولا ما قاصتش، يمكن لها تغيير الكرة يمكن لها ما تغيرش الكرة. ما تنقولش يعني تغيير الكرة هذا يمكن تيدخل في الحسبان أو بعض القراءات اللي ممكن تساعد الحكم، أما كعامل من العوامل ديال لمسه اليد كاين التحويل ديال 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 المسار الكره في الحاله اللي تكون هنالك يعني واحد لاباس، تكون هنالك واحد التمريره من طرف اللاعب واللي اليد تتحول الكره من ما تمشيش عند ذاك اللاعب. هذه هي تدخل في الاطار ديال فرض لا اسمح لي نكمل. الفرض ديال العقوبه الانضباطيه التي فرق ما بين العقوبه الانضباطيه وعدم الاعلان عن العقوبه الانضباطيه في هذه الحاله. سي خونات اللي كاين فيه هو التعمد في هذه الحاله هو عاملين اثنين في هذه الحاله. القرب شنو كتشوف بعد ضربه الجزاء؟ لا لسنا هناك ضربه جزاء، كنأكد لك بان لسنا هناك ضربه جزاء ولكن في تعمد، حيت ما كاينش تعمد دونك ما كاينش ضربه جزاء. هو القرب من الكره والسرعه ديال القذف ديال اللاعب المنافس. نعم، اذا هنا الحكم يعلن عن ضربه جزاء غير صحيحه حسب الرؤيه ديالكم، وفي نفس الوقت ضربه الجزاء اللي كانت صحيحه واللي كانت في الدقيقه 15 لم يتم الاعلان عنها، يعني واحده بواحده ما لا تعني هما كتعنيش. نعم، واحده بواحده هما جوج تتحسبوا على الحكم بانهم خطأين، ما تتحسبش عليه بانهم خطأين. ولذكر ركله الجزاء فبالدوري الايطالي في هذا الاسبوع الحكم الدولي لا يكون حاضر في كاس العالم، فاعلن على ركله جزاء ضد نادي اس روما، ولما توضعت في نقطه العمليات رجع في القرار ديالو. ما عرفتش واش شفتوا هذه العمليه، رجع في القرار ديالو. هذه كانت هذا هو تيدخل داخل، هذا هو نص توضعت في النقطه ورجع وغير. نعم، بالفعل الحكم يمكن له يتراجع على اي قرار ولعب كره صحيه ما لم يستأنف اللاعب. مثلا لو كانت ضربه ركله الجزاء ما بقى له ما يتراجع، ما دام ان انه ما استأنفش اللاعب يعني ما تلعبهاش
نظرا امام قناعات او استشاره مع حكم الحكم المساعدين او حكم الرابع فيمكن له يتراجع على حاول 16 وسول اللاعب اللي سقط وسول والعمليه كان داخل فيها اللاعب بن عطيه عنده هذه الجرأة اللاعب بن عطيه اللاعب المدافع المغربي الدولي فسؤال مطروح في يوم من الايام هل ممكن مثلا ان لو كان وقعت هنا ممكن ان تقام الدنيا وتقعد سي مفتاح انا بالنسبه للمتتبعين ولكن بالنسبه للقانون فقد يكون الحكم انه طبق القانون وربما في لحظه يمكن تخرج السفيره وتكون واحد اخرى او يجي تصور اخر او يجي استشاره اخرى لان غادي تبدل لي هذا القانون وهذا الشيء اللي وقع لان تتوضعات الكره عادي وطبيعي من غير شفنا الحكم تراجع لانه كان غيدير خطا تقديري الى رجع للمشاهد الكريم غيحبد الفكره بالعكس غادي نشوفوا مؤجل ديال الجوله 19 واللي جمع فريق الرجاء امام شباب ريف الحسيمي نتيجه انتهت لفريق الرجاء بثلاث اهداف مقابل هدف حاله تحكيميه واحده عند الحكم عمر الحلوف دقيقه 23 تدخل ضد اللاعب عصام الراقي هل هناك خطا في هذه العمليه وان كان هناك خطا هل هناك عقوبه انضباطيه الحكم يشير الى وجود لان هناك خطا تفضل السيخونات بالفعل كاين خطا مع التهور اللي كيستجب للانذار سي بلفتوح وربما هناك عمليه تصادم حتى ان اللاعبين مشاو بجوج للكره وربما انا هنا تنشوف ان نعاودوا العمليه باش نشوفوا بجوج اللاعبين مشاو يعني وحتى حتى واحد ما قاص الاخر يعني مشات الاندفاع ديالهم حتى الكره انه كان مكان ديال التقاء ديال الرجلين كان على الكره وربما بقات الرجل ديال اللاعب نعاود نشوفه شوف نرجع شوف بجوج اللاعبين مشاو الشيطه كتقول دابا لا ما كاينش ما كاينش شيطه بقات يعني الاندفاع بقات الرجل يعني انا وربما ارى ان هنالك الخطا بين العقوبه الانضباطيه في هذه الحاله كتشوف كاين الخطا ولكن الخطا يمكن يعني كتتجه نحو القرار ديال الحكم اللي قام به برسم الجوله 23 من الدوري المغربي الاحترافي فريق المغرب الفاسي تعادل امام نادي الفتح بهدف مقابل هدف الحكم يوسف الهراوي اربع حالات تحكيميه الدقيقه 11 هدف مرفوض لفريق الفتح الرياضي الرباطي شوف هذه العمليه كان فيها عمليه رفض للهدف تفضل السيخونات هذه الصوره اللي هذا الان صعيب ناخذ قرار ولكن اذا كانت شي صوره موازيه مع الحكم المساعد كيتفضل السي مفتاح بالفعل هنالك يعني تسلل واضح وان كان اللي مشاو الكره انهم جوج ديال اللاعبين المتواجد في حاله التسلل هو اللي هنا من عندنا من اليمين واللاعب الاخر ولكن انت بنيتي على هذه الصوره غنبنوا على الصوره الان في هذا الوقت هذا كاين اللاعب اللي هنا في اقصى اليمين فهو لاعب متسلل يظهر من خلال تقدمه على المدافع نشوفوا نخليوا الكره انها تمشي في الاتجاه ديالو غادي نشوفوا ان اللاعب هو اللي غادي يضرب الكره ولا هو هذا الشيء اللي بغينا ناكدوه اذا كان فوضى التسلل هو اللي استمر العمليه نمشيو لاستمر العمليه نكملوا اللقطه هنا غادي نشوفوا هنا تيرتمي على الكره ويلمس الكره براسه وهنالك تسلل وقرر الحكم بالإعلان العام كان قرار صائب 35 تدخل لاعب المغرب الفاسي تدخل هل فيه خطا شوف هذه العمليه هل هناك خطا وان كان هناك خطا واش يستلزم عقوبه انضباطيه ام لا تفضل السيخونات بالفعل كاين الخطا والخطا بتهور لذلك كنستوجب الانذار في هذه الحاله تفضل هنالك خطا ويستوجب يعني العقوبه الانضباطيه في هذه الحاله والقرار ديال الحكم كان صائبا خصوصا ان من اعلن الخطا فهو الحكم المساعد اللي كان قريب اللي شاف العمليه بشكل واضح 45 هدف المغرب الفاسي المرفوض بداعي وجود خطا للحارس تفضل سي بلفتوح بالفعل تنشوف باش نرجعوا نشوفوا الخطا فين ترتكب نوقفوا هنايا نوقفوا هنا نشوف نوقفوا هنا نشوفوا العمليه التي يقوم بها اللاعب ديال فريق المغرب الفاسي وهي وان كان يعني متجه يعني بصفه يعني تندفع نحو الخلف والعمليه هذه انها جعلت ان الحركه كما تتنص على الماده 12 خصوصا في الصفحه 118 تقول بان اللاعب اللي تيعرقل او يحول او يحول دون الحركه الطبيعيه او
الحركه ديال الحارس لي مانوفر اللي تيدير الحارس باش انه يمشي الكره فيعاقبوا ديك الحركه. الحارس كيكون عنده لافونتاج في ذاك المربع في بعض المواقف المستطيل الصغير لا تيكون عند هذاك لافونتاج فوقاش ماشي ان افونتاج يعني ابسولي يعني راه هذاك اللي بغى ما يديرو يديرو يمكن يكون لك في حالة ديال الارتقاء الحارس وارتقاء احد اللاعبين فوق تيمسك الكره ما تيبقاش ان اللاعب عنده الحق باش انه يضايق الحارس. هذه العمليه هنايا هذه تتنص عليها كما قلت لك الماده 12 في الصفحه 118 تتقول ان اللاعب الذي يحول دون الحركات الطبيعيه ديال الحارس من اجل مس الكره فهو يعاقب باركله حره مباشره وهذا ما قام به الحكم. بخير هذه الحاله هو اللاعب رقم 9 ديال المغرب فاسي لم تكن له النيه بلعب الكره اتجه مباشره لدفع الحارس عن طريق الدار. لاحظوا ما عندوش النيه كاع حتى اللاعب اللي يصعد باش يلعب الكره اللاعب الصديق ديالو. نعم لذلك كان خطا ضد الحارس. نعم انا كنشوفوا الاعاده بالفعل خطا واضح. غنمشيو للدقيقه 79 تدخل لاعب فريق الفتح هذا التدخل فيه خطا حكم يقول او يشير الى ان هناك خطا ويشير الى او يشير بطاقه صفراء للاعب. تفضل سي مفتوح. بالفعل هنالك خطا وخطا يعني باهمال ويستحق البطاقه الصفراء في هذه الحاله وربما ان الشيء القرار ديال الحكم تيبقى دائما صائب وتبقى زياده تكون كانت افضل بان تبقات الكره عند اللاعبين عند اللاعبين ديال فريق الفتح تقريبا في مواجهه. انا كنت في هذه الحاله وربما افضل انه لو ترك الامتياز في هذه الحاله ولكن تيبقى حتى ركله الحره المباشره من ذاك المنطقه حتى هي تعتبر امتياز غير الامتياز السي مفتوح. وكان خذا اللاعب ودخلوا الكاري دي زويت ودخلت ما عرف شنو الضربات غيقول لك لا علاش غادي يرجع لا لا لا, لا 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 الله يخليك. الامتياز كاينه ظروف ديال الامتياز وكاينه الحالات ديال الامتياز الا توفرت الشروط. شوفوا مروان الا توفرت على الامتياز هو ضربه الخطا والخطا ترتكب. شوفوا هنا اللاعب فين بقى قلت لي هنا انا نشوف هنا شوف هنا اللاعب شوف اللاعب ديال الفريق ديال الفريق الفتح اللي غادي تمشي له الكره اللي يعني هنا وربما كان عنده امتياز حتى لما استوفاش او ما عطاش النتيجه ديالو راه من حق الحكم في واحد الظرف اللي تيقول بانه ديال ثلاثه جميل تيمكن يرجع له باش تبقى الصفقه الجماليه. هادشي جميل اللي كتقول ولكن الى بشويه بشويه الى تلقن للجمهور وتلقن للاعبين نعم ان راه غادي تلعب كره والى مشات حتى لعند البحري قدام الخط وما هذا راه يمكن يرجع الخطا. كاينين كثير من اللاعبين وربما في هذه الدوره هذه هادشي اللي كتقول قانوني غادي يديروا الحكم ولكن اللي غادي يقول لك لا وحتى ضاعت كاينين عاد كنعطيو غير تصور يقول لك حتى مشات للبحري عاد رجع. نعطيك التصور المعاكس كاين مجموعه ديال اللاعبين تجبر بانه تيشوف بانه عنده فرصه او عنده امتياز تجبر الحكم تيصفر له وما تيبغيش تيقول له خليني نلعب. اللاعبين حتى هما تيشوف راسه انه كان غادي ديفلوبي واحد 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 وتجبره تيخد الكره تيقول له علاش علاش هذا هو علاش نمشيو الصفاره ماشي بعيد تقلتي وسنيتي وصفرتي صحيح احسن ما غادي نصفر في الوقت وغادي يكون فيها شي غادي اولا علاش ما خليتيش امتياز شي غادي يقول عجبك تقل ماشي مشكل تعطلتي واحد الثانيه جو ديال ماشي مشكل ولكن نعم. كل قرار صحيح هذا الشيء هو المحبب عند الجميع. هو في هذه الحاله كتبان لي كان الخطا احسن من الامتياز اللي ما كانش واضح شي امتياز بين مزيان. بالنسبه للامتياز كنلاحظ بان المشاهد الكريم والمتتبعين بصفه عامه من خضم كاين اللاعبين بداو يستوعبوا ان الحكم شويه بشويه بالملاحظه ملي كيخلي استمرار اللاعب وكيكون خطا سابق وكيرجع له بدات هذا الوعي ديال القانون ديال التحكيم. غير هو الامتياز راه الامتياز قاعده راه ماشي نص تيقول لك لا خلى الحكم امتياز وتاكد بان الامتياز لم يعطي الاكل ديالو او ما شيء تيمكن له يرجع الخطا ولكن تيبقى شنو هذاك تيبقى شي حاجه جميله اللي تتشوف بان كاينه واحد الرؤيه وكاين واحد التصور عند الحكم عندما يترك الامتياز. قمه الدوره 23 من الدوري المغربي الاحترافي جمعت فريق المغرب التطواني امام فريق الكوكب المتصدر والوصيف لحد الان الكوكب. النتيجه كانت للمغرب التطواني بهدفان مقابل لا شيء بحضور جماهيري رائع جمهور فريق المغرب التطواني تتفادى بشكل كبير. الحكم رضوان جيد خمس حالات تحكيميه الدقيقه 15 تدخل زهير نعيم والانذار. تفضل سي خونات. كاين الخطا كاين الخطا مسك المنافس بالفعل كاين الخطا
العقوبه الانضباطيه؟ العقوبه الانضباطيه في حاله ما كان فرصه واعده، ولكن كنظن هنا بعيده باش تكون فرصه واعده في هذا المجال. الله باقين في لامواتي ديال لامواتي ديال ليكيب ادفيرس. سي ملتوح، بالفعل هذا هو الطرح كما قال سي خونات، هو بالفعل كان هناك عمليه سمسك، ودائما باش نحاول احنا دائما باش نوجهوا للجمهور الكريم للمتتبع واللي باش يعرف الاشياء، المسك في حد ذاته لا يعتبر خطا، يعاقب عليه بركله حره مباشره. اما فيما يخص اقران المسك بالعقوبه الانضباطيه، هنا كاينه معطيات كما قال السيخونات. واش هنايا الاقران اللي كاين شنو هو؟ قرن الحكم بانه فرصه واعده من الموقع، من الطريقه باش كان ماشي اللاعب، من التواجد ديال اللاعبين الاخرين اللي مدافعين. هنا تنقول انا بانه كان على الحكم الا يوجه البطاقه الصفراء. من بعد نرجعوا باللي البطاقه الثانيه اللي غادي ياخذها غير باش نخلوا الخواطر كلها. تكلمنا على الجمهور ديال تطوان اللي في نفس الوقت الحضور ديال الجمهور ديال الكوكب اللي كان رائع ورائع، وهذا الشيء كنقولوا لان كنت في المقابله وعشت اشياء جميله بين الجماهير بجوج لاستقبال مجموعه الاشياء، وهذا الشيء خاصو يتقال باش يكون عبره لباقي الجماهير في باقي الملاعب، وترجع الفضاءات اكثر جماليه وباكثر اساليب الحضاريه اللي ممكن نعيشوها في الملاعب الوطنيه. 48 طرد زهير نعيم بعد الانذار الثاني، ومدى مشروعيه هذا الانذار وهذه العمليه اللي اعلن لها الحكم رضوان جيد على ان هناك تسجيل لهدف بلمسه يد. نتاكدوا في البدايه من وجود لمسه يد. تفضل سخونات. كاين لمسه يد، كاين تغيير ديال الاتجاه ديال الكره، وتا اللاعب مقتنع بانه لمس الكره باليد، ما كاينش شك في هذا. سي بلفتوح، كانت هناك رؤيه واضحه بالنسبه نعود لعاده اذا كان ممكن مروان. خلال الموضوع ديالو نشوفوا في الوقت ديال اللمسه ونشوفوا التواجد ديال الحكم والزاويه اللي كان متواجد فيها، وهذا هو اللي سهل عليه الماموريه، لانه كان يعني اوتوماتيكيا يعني مع اللمسه فخرجت انا يعني التموضوع ديالو. وربما هذا من الميزات ديال 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 السجيد، وهو انه يعني من الحكام المتميزين فيما يخص التموضوع ديالو. شوف العمل غير هو باش غادي نزيد واحد انذار الثاني والطرد. هنا علاش قلت قبيله الانذار الاول؟ نعم. اللاعب هنا خرج بالنسبه للانذار الاول. الانذار الاول انا ربما في الاعتقاد ديالي او في الاعتقاد يعني كمواصفات ديال اعطاء الانذار على العمليه ديال المسك والموقع ديالها واعتبارها انها فرصه سانحه، فرصه واعده، لم يكن صحيحا. نعم. جات العمليه الثانيه اللي غادي ياخذ فيها الانذار وتم الطرد ديالو، تيبقى التقدير ديال الحكم في العمليه الثانيه فيها انذار ولا طرد مباشر؟ فيها انذار. والناس اللي تيقولوا يعني لمس الكره وتسجيلها، ولكن كاين عاوتاني كاين فقره اخرى وربما تنجبروها انها في الصفحه 120، هي تيقول لك ان جور كي طونت دو ماركي ان بوت اون جو، يعني باش ما نبقاوش اون جو ما معنى تلعب ما دمتي ان لعبتي لمستي اون جو لو بالون دو لا مان، وهذا نص صريح وكان تطبيق يعني صائب في هذه الحاله. نفس الشيء بالنسبه للعقوبه الانضباطيه. باتونتي واخا ما تسجلش اصابه كان خصو الانذار، ولكن لا تونتي سي لي سي دو توشي لو بالون ما وصلهاش راه ما كاينش الانذار باش ما يبقاش. بالفعل هذا هو علاش هو باش في النص عاوتاني تيجي في التفسير مثلا تيقول لك اون جو لو بالون، مادام تنقول اون جو يعني لعبتها اذا لمستها ثبتت اللمسه ديال اليد. نعم. 58 تدخل اللاعب جحوح والانذار الثاني. شوفوا هذه العمليه، غادي نشوف هذه العمليه، كان انذار ثاني للاعب جحوح في وسط الميدان، وبالتالي فريق مغرب تطوان يكمل المقابله بتسعود ديال اللاعبين. شوفوا ليها، تفضل سي خونات. بالفعل كاين تدخل بتهور ديال اللاعب ديال المغرب التطواني، راه نفس الحاله اللي شفنا ديال الشباب الريف حسيمي مع رجاء البيضاوي. نفس هذاك التدخل كان تدخل فيه نوع من التهور. شنو اللي خلاه يكون تهور؟ هو اللاعب مشى مباشره للكره، الرجل اللاعب بغض النظر على اللاعب المنافس مشى لعب الكره. نعم. في كاين اختلاف بين الحاله والحاله. سي بلفتوح نشوفوا الاعاده. كما قلت هضرتي على الاختلاف، وربما نختلف انا حتى هنا غادي يكون عندي انا اختلاف في الرؤيه، ونعاودوا للحاله ونحطوها بالزاويه الاخرى اللي غادي نشوفها. نفس المقياس السي بلفتوح. عند ماشي نفس المقياس. لا في الحالات بجوج قلتي ما كاينش انذار، دونك عندك نفس المقياس. شوفوا بعدا بلاتي وقفوا اللقطه غادي نشوفوا. يبغى يقول لك انكم اختلفتوا بجوج الحالات بنفس الطريقه. مزيان مزيان، يمكن نختلفوا. اللاعب جحوح حنا في هذه العمليه هذه مشى يدير ان تاكل، وهذا واخا نشوف شفت المقابله وشفت العمليه وشفت الاعاده ديالها
اكثر من مره. لو تاكل اللي يمكن سواء كان من وراء او كان من الجانب او كان من الامام واللي يمكن له انه يشكل خطوره على اللاعب على سلامه اللاعب على السلامه ديال اللاعب. وهذا لو تاكل هذا باللي تيمشي وتيقيس اللاعب بالشكل اللي تنشوفوه تيمشي له قاصد للرجل ديالو فهذا يعتبر خطا جسيم سيتي الفوت جول. نعم. تيمشي للرجل ما كاينش. انا تنشوف ان هنالك بطاقه حمراء مباشره تقول بان كان بغيتي تختلف دابا انت مشيتي لا مشى يمكن عنده نفس المقياس ديال الحاله بجوج ساعه هو راه مشى للاحمر كاع هو مشى كتشوف ان هناك بطاقه تنشوف ان العمليه تستوجب بطاقه حمراء هو كاين واحد هذا خارج على اطار التحكيم وربما بعد الحكم غادي نخرجوا غير بالبطاقه لا غادي تخرجوا غتخرجوا بنص القانوني غتخرجوا غادي تخرجوا بما ينص عليه القانون. نعم. فالعمليه هنا تستوجب البطاقه الحمراء مباشره. نعم. 87 هل هناك ضربه جزاء لفريق الكوكب في هذه العمليه ديال المالكي؟ تفضل سي مفتوح. في الوقت اللي غادي يجي مر اللاعب ديال 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 اللاعب ديال ديال الفريق تطوان اللي هو المدافع ف يعني دار اليد ديالو باش انه يوصل الكره ولكن اللي هذا غنشوفوا شكون اللي جاي عند الاخر هذا شكون اللي سبق اللاعب ديال تطوان نمشي نشوفوا تيقول لك اللاعب بالنسبه اللي غادي يكون غادي يمشي الكره يمكن لي بروتيجي يعني الكره ذاك المكان اللي موجود سواء باليد ديالو او باي شيء اللي غادي يخلط عليه اللي غادي يتقاس اللي غادي يعني اونتر بارونتيز اللي غادي انا غادي وهو المهاجم اللي مشى له اليد ديالو يعني اللاعب مشى باش انه يوصل الكره باليد ديالو اللاعب الاخر تيخلط عليه ليس هنالك خطا بتاتا في هذه الحاله وقرر الحكم بعدم احتساب اي شيء كان قرارا صائبا وكانت النظره ديالو القراءه ديال العمليه رغم تواجد ذاك اليد ورغم السقوط ديال اللاعب فلم يكن هنالك شيء. تفضل سي خونات. كنتمنى هذا الشيء يكون صحي انا كنختلف مع السي بالفتوح اللاعب ديال المغرب التطواني استعمل اليد بعرقله السير ديال اللاعب ديال الكوكب المراكشي اتجاه الكره كان كيتبين لي بانه ما يمكنش يوصل ليها واللاعب ديال المغرب الكوكب المراكشي هو اللي بامكانه ايصال الكره هذه كنعطيو سيمي اون سيمي لهذ لاكسيون التونير حيت كيعرق اللاعب مواصله اللاعب واللي بانت لي اكثر عاوتاني زياده على هذا هو ماشي فقط حبس السير ديال اللاعب المواصله المسيره ديالو نحو الكره اذا انت كتشوف ان فيها كيضرب نوع الضرب ان با جوستومون بلوكي لو جوار الى بلوكي افيك ان بو فورس كاين شويه القوه اللي ضرب بها اللاعب يعني نخلوا في هذا الاطار ديال الاحباس غادي نمشيو اذا هنا كنشوفوا الاعاده هنا كيتبان لي انا ربما كنتمنى من الاخ المخرج يعطيني العمليه بالصفه ديالها الطبيعيه انا ما نشوفوش اليد هنا مشات تشوفوها بصفه خليها ما غادي نتقلوها ما والو فانا مش انا اللاعب انا مشى رامي دو باش تفضل هذا هو مع انه هو اللي سابق مشات ليه تجبر ليه يديرو مشى عنده اليد انا هذا هو رايي ديالي هو اللي مشى له ليدو لان مشى اللاعب اختلاف العمليه سي مفتوح كيقول ما كايناش ضربه جزاء مادام انه كان اختلاف فاحنا نقر بقرار الحكم اختلاف ديالكم وكترجع للحكم شحال هذه ما كان لعبنا 92 تدخل ضد اللاعب جبيره شوف هذه العمليه واش ضد ولا لصالح جبيره نشوف هذه العمليه هذه اللي كان فيها انذار غادي نشوفوا انذار كان لجبيره على اعتبار ان هناك اظن تحايل تفضل السي خونات ضربه خطا مع التهور ضد اللاعب ديال المغرب التطواني واللاعب ضربت خطا كاين ضربت خطا لا دوي قول ضربت خطا لا كيبان لي كيفاش شافها الحكم ضربت خطا لصالح الكوكب المراكشي مع الانذار. نعم تفضل سي مفتوح. بالفعل كانت هنالك يستوجب يعني عقوبه تقنيه وعقوبه انضباطيه وربما انا تنشوف حتى يمكن وربما الحكم ما قراش هنايا بانه مساله ديال التحايل وربما للاحتجاج الطريقه اللي احتج بها اللاعب وربما هذا هو اللي اتضح لي من خلال الصوره من خلال حتى المقابله تنشوف بانه العمليه هي مرتبطه هنا الخطا موجود كان عليه الاعلان خطا في نظرك فيه عقوبه انضباطيه بالفعل مع العقوبه انضباطيه يعني ولكن مشات الامور في الشكل المعاكس. نعم. وربما لاجل انا تنشوف هنا الخطا موجود لا يناقش في هذه الحاله
ولكن تبقى النظره ديال الحكام هي اللي نتكلموا. ما تكلمناش، كاين الحكم والتحكيم ديال مقابله الرجاء شبيبه الحسيمي كانت عندنا حاله واحده، وعندنا يوسف الهراوي في الاربع حالات ديالو، وهذا اللقاء لقاء دور دوان جيش يمكن نقولوا على التحكيم في هذه المباريات اللي شفنا لحد. تفضل سي مفتوح. بالفعل خلال ثلاث مقابلات وربما ما عاشه الحكام خلال الاسبوع الفارط، وما عاش يعني كثير ديال الحالات، فتنظن هذا وربما تيكون مزيان، تيكون واحد يعني واحد الزعزعه تتجعل ان الناس انها اسماء اخرى في هذا الاسبوع ديال التحكيم. حنا في الاخير يعني نسقط، شوف سي يسري، نسقط جميع الاشياء سواء التالق او سواء رجع لي بعد غير التقييم الحالات حتى نكمل. نسقط التالق ونسقط التمييز، نسقطوا على التحكيم. لان الاسبوع اللي فات راه ماشي الحكام، ماشي الحكام كلهم كانوا خايبين. قلنا الحكام التحكيم ما كانش واد، قلت لك مع تميز بعض الحكام. هذا الاسبوع هذا وربما انا بلي غتوقع لك انت يعني اي شيء انت كحكم بلي غادي يجي اللعب، انا ما خصنيش يوقع لي داك الشيء اللي وقع لك، وعارف انه شنو وقع والهضره والكلام وهذا الشيء. فالناس هذا هو، هذا هو المطلوب. وتنظن انه اذا كانت الدوره دازت بذاك الشكل وغادي يستافدوا من الدورات الاخرى، وغادي تكون عبره بان لا ما تقدرش. باقي ما كملناش المباريات، دابا كنتكلموا غير على الحالات اللي تابعنا، على المباريات اللي تابعنا. وربما هنالك اقناع. شوف احنا هنا ما تنقيموش التحكيم، تنقينوا ما لم ردود التحكيم وردات الفعل عند الجميع. هل اقتنع الجميع بالمردود؟ تقييم ما عندهم مواصفات دي. هل اقتنع الجميع بالمردود؟ تسبقها. وربما انا لاحظت ان هناك ارتياح. وعامه ملي كنقولوا حنا شنو بان لكم في الحالات، ماشي اللي كيتقال هنا راه هو القرار النهائي اللي خاصو يكون حتى كل شيء. هو خاص برأي للمحللين الموجودين في البرنامج، ورأيهم هذا كتجربتهم اللي دوزوا، كخبرتهم اللي دوزوا في مجال التحكيم، فيما يخص ان كل شخص سواء متتبع او متداخل في اللعبه بمقدوره ان كان يعلم بالقانون وحيثيات القانون، ولا متفرج صاحب خبره وتجربه، انه ملي كيسالي الماتش هو في نفسه كيدير تقييم للتحكيم، كيقول لك الماتش كان مزيان، الاربيت كان يعني عادي جدا في جميع المجالات. تفضل سي خونات. كما شفنا الاخوان لا الحلو ولا الهراوي ولا السي جيد، بصراحه كان الحلو راكم تجربه كبيره، دونك ما بقاتش ولا اقل اخطاء، الخطا وخط ماشي خطا اللي بالنسبه للهلال. وبالنسبه للجيد اللي كان بالنسبه للمقارنه مع الحكام اللي لاحظنا بانه اخطاوا اكثر من الحكمين السابقين، رغم انه كانت اخطاء غير مؤثره على النتيجه. هذا هو لوجيكتيف ملي كنقولوا الخطا مقارنه مع الاسبوع الماضي، اش كنقولوا؟ الاخطاء اللي كانت كثيره نسبيا ومؤثره. التاثير هو اللي كيجعل بعد طول غياب، واللي هذه السنه كان كذلك هو تختير احسن حكم في على رضوان جيد حسب الاختيار ديال الحكام، في انتظار ان هناك كان حديث فقط على المنح واش توصلوا بها الحكام على الجوائز احسن حكم وثاني وهذا الشيء. هذا تساؤل بعيد جدا. لا ما بعيدش، يمكن نجاوب على السؤال، لانه كان واحد الاتصال حقيقه، كانوا الجوائز ديال الحكام، كان واحد الاتصال بالمجموعه الكثيره ديال الحكام، وارتأوا الحكام مع المديريه ان هاد الحوافز اللي كانت مشات لاسره المرحوم بن سلطانه. بن سلطانه اللي كانت توفى في حادثه السير. هذا هو اللي جعل انه ما توصلش. بالفعل. اذا غنمشيو اللي او قبل ما نشوفوا، قبل ما نشوفوا لقناه بركه الجمعيه السلويه، فاصل ونواصل. الى غايه 31 مارس استافدوا مع جوال على كل تبيعه 20 درهم من ساعه ديال المكالمات زائد 20 درهم ديال الرصيد، ويلا شارجيتو 30 درهم عندكم ساعتين ديال المكالمات و30 درهم ديال الرصيد زايده، ويمكن لكم تستافدوا من سوايع جوال على كل تبيعات ابتداء من 5 درهم. اتصالات المغرب عالم جديد يناديكم. نعود من جديد مشاهدينا الكرام لمتابعه باقي الحالات التحكيميه الخاصه بالجوله 23 من الدوري المغربي الاحترافي في برنامج الحكم الاخر. ودائما التواصل هناك البريد الالكتروني الحكم الاخر @الرياضيه.com، او عبر الموقع التواصلي الحكم او facebook.com/emission.الحكم الاخر، وهذه الصفحه الرسميه للبرنامج، والباقي ومن يخاطب بلسان الحكم الاخر هناك صفحات
كلها تقليد. هذه هي الصفحة الرسمية للبرنامج، ولا نجيب على أسئلة أي أحد فيما يخص الصفحات الأخرى اللي كيتبناوها باسمنا واسم سي كمال إدريسي وبالفتوح ولا طلال والمحللين. غنرجعوا، قلت لنضات بركان جوج جوج مع جمعية سلا، الحكم فتيحي 4 ديال الحالة التحكيمية 35، الحكم يشير إلى تحايل وإنذار لعبد الله الهوى. تفضل سي خونات. بالفعل كاين تحايل ديال اللاعب ديال النهضة البركانية سي بلتوح، كان قرار صائب. الحكم صائب في هذه الحالة، وهناك تحايل والعقوبة الانضباطية مع العقوبة التقنية. 56 تدخل، هل فيه خطأ في هذه العملية اللي غنتابعوا؟ هل هناك تدخل؟ تفضل، واش كاين خطأ في هذه العملية ولا ما كاينش خطأ؟ لاحظ، شوفوا الإعادة، التدخل هذه العملية، لاحظوا، تفضل سي خونات. خطأ أكثر من لا رياضي كان كيستجب عليه الطرد. ماشي عفوي؟ لا ليس عفوي، طرد ضرب مباشر مع سبق إصرار والترس. سي بالفعل هنالك عملية، بالفعل شوفوا الإعادة ديال هذه العملية. حيت كتبان ما عجبتوش لا رياكسيون ديال اللاعب ديال نهضة بركان. تفضل سي مفتوح. بالفعل هنالك عملية ديال الضرب من طرف اللاعب يعني بدون كرة، وهي ستنك دو بريتاليتي اللي ما فيش المناقشة، وكان على الحكم أن يطرد هذا اللاعب. غير هنا السؤال، علاش ما في الوقت اللي تيكون جوج ديال اللاعبين تيتشابكوا أو يعني ما خصش يكون حتى يكون ما يكون حسن العقل، الحكم عنده حتى شي انشغال، لأنه تيعرف أنه يمكن توقع له بالفعل، خصوصا أن اللاعب ديال الفريق بركان من قبل كأنه يطالب بأنه قد ارتكب ضده خطأ، فكان الحكم عليه أن يكون متابعا لهذه الحالة. نعم، وهذه عملية مرة أخرى، خطاب ديالي للاعبين اللي هما اصدقاء في بعضياتهم، كيلعبوا مع بعضياتهم مجموعه من الاشياء، سواء حتى اللاعبين اللي ارتكب الخطا واللي كنعرفوا مزيان وكنعرفوا الاخلاق ديالو. ف مثل هذه الحالات ممكن تفاديها بين اللاعبين طريقه احسن، لان الا تفاداها مع اللاعب اللي ممكن يكون زميل ديالو غدا ولا كان بالامس واللي هو صديق ديالو، في نفس الوقت كيقوموا بنفس المهنه وعندهم نفس الهموم، فغدا تكون ضده هو، غدا تكون ضد الاخر. فهذه اشياء اللي تكلمنا عليها ومازال كنتكلموا عليها وكنعرفوا، قلت الاخلاق ديال اللاعبين خصوصا الجوج ديال اللاعبين وحتى اللاعبي. 65 الانذار الثاني لعبد الله الهوى، شوف هذه العمليه اللي كان فيها انذار ثاني للاعب عبد الله الهوى، وبدون احتجاج يغادر عبد الله الهوى رقعه الميدان. تفضل خونات. خونات كاين ضربه خطا، لمست الكره باليد مع الانذار سي مفتوح. بالفعل هناك لمست يد، وما استوجب الانذار في هذه الحاله هو عدم يعني تدخل ديال اللاعب ديال بركان، لانه ما خلاش الكره انها تمشي عند اللاعب الخصم، وهذا هو ما استوجب العقوبه الانضباطيه، وقرار الحكم كان صائبا في هذه الحاله. 77 هناك ضربه جزاء لنهضه بركان، شوف هذه العمليه. تفضل سي خونات. ممكن ليس هناك اي شيء، اللاعب ديال الجمعيه الساويه لعب الكره، كان احتكاك في الاول عادي، ما عرفش الحكم اش علم، ما يمكن ليس هناك خطا، ليس هناك ضربه جزاء. الحكم يشير ما كاينش هناك ضربه جزاء. تفضل سي مفتوح. بالفعل شفنا ان فيما يخص يعني اتجاه ديال الرجل، فقط اتجاه الرجل الى الكره، الا ان الشيء اللي وربما ساهم فيه حتى اللاعب ديال فريق النهضه البركانيه، وهو غنشوف قبل لا نرجعوا شويه، نشوف لا نرجعوا شويه، غتبان يعني قبل السي مروان غادي بان العمليات ديال الدفع ديال، شوف هنا نرجعوا شي شويه باش علاش، لان شوفوا فوقاش بدات العمليه ديال الدفع، واش كانت مقصوده ما كانش، اذا غادي نشوفوا بانها يمكن لا انها كانت مقصودة. شوفوا اذا نمشيو باللي يدخلوا لمنطقه العمليه هنا قبل ما تشوفوا ان هنالك عمليه دفع من طرف اللاعب ديال فريق الجمعيه السلويه. ولا كنا غادي ناخذوا نفس المعايير، غناخذوا نفس المعايير قبيله قلنا في المقابله ديال فريق الجمعيه. دابا باش نحددوا، واش كتشوف ان هذه ضربه جزاء؟ انا تنشوف بان كانت عمليه دفع كتستوجب ركله الجزاء. كمل الكلام ديالك، رجعتي للجديده. الجديده ربما شفنا عمليات ديال الدفع مماثله، الا كان عندنا المعايير
وهذا هو الشيء الخطير في التحكيم او حتى نقول لك حتى في التحليل. ما يمكنش اللي يجيو غادي نعطيك انا معيار في هذه الحاله وهذه الحاله بنفسها ونعطي فيها معيار مخالف وربما غادي نوليو حتى حنايا وربما نكيلو بمكيالين ما دام انه العمليه ديال الدفع اللي انها تفقد التوازن ديال اللاعب. غنقول لك انا اكثر ماشي حتى عمليه ديال الدفع حتى الا كانت هناك عمليه مكاتفه طبيعيه. وهذه العمليه ديال المكاتفه ان اللاعب اللي كان تيدير انه خرج للدين ديالو تعتبر عمليه الدفع اللي تيمكن لها انها تعرق اللاعب. اذا كتشوف ان هناك ركله جزاء غير معلنه في هذه الحاله انت كتشوف ما كاينش احتكاك عادي سي نورمال من احتكاك الاخر لا طاي صغيره سي نورمال الى بيردي ليك كتشوف ان ما كاينش. شنو يمكن نقولوا على التحكيم ديال المواجهه؟ خلال الحالات اللي شفنا تحكيم عادي كان سي مستوح. ما خصناش ننساو بان الحكم سي فتيحي فهو حكم وربما من الحكام الشباب وربما قد يرتكب بعض الاخطاء ولكنه في يعني في واحد المسار تصاعدي وهذا شيء طبيعي بانه يمكن يخطا كما تيخطئوا جميع الحكام. اولمبيك اسفي فاز على فريق الحسنيه بهدف مقابل لا شيء الحكم نور الدين ابراهيم. ثلاث حالات تحكيميه 22 تدخل ضد مهاجم الحسنيه تدخلا فيه خطا. تفضل سي خونات. كاين خطا ضد عقوبه انضباطيه ما كاين اهمال سي مفتوح. عمليه خطا باهمال لا تستوجب العقوبه الانضباطيه في هذه الحاله. 25 هدف مرفوض لفريق اولمبيك اسفي. شوف هذه العمليه. تفضل سي مفتوح. نرجع للعمل هنا هذا هو الشيء اللي غادي يجعل نشوفوا اللاعب المتقدم ديال الفريق اسفي اللي هو الان هو مازال لحد الان متقدم كان في موقف تسلل سلبي عند انطلاق المقابله وهذا هو اللي تيقول لك هو الاستفاده من الموقع. هذاك الموقع اللي كان سلبي شكون هو اللي جعله انه يرد الايجابي وهو الارتداد ديال الكره اما من الحارس او من القائم. لا تشوفوا بان الكره قد ارتدت من العمود الافقي واستفاد من الموضعيه وسجل الهدف وكان القرار ديال السي مارديو تنحييه. هذا الحكم هذا لحقيقة بين على بزاف ديال المؤهلات خلال هذا الموسم وكان قراره صائبا في هذه الحاله. نعم باش نوصل هذا جزء من الدرس اللي عطينا للتلاميذ ديال هذه السنه في المديريه الجويه تحكيم في الدرس ديال القانون ديال الماده 11 اللي هي التسلل. قلنا لهم شركه ضيقه استفاده من موقع. هذه هي الحاله اللي خصهم يعرفوا بان استفاد الموقع ديالو. كما قال السي بالفتوح السي مرضي كان مركز جيدا. نعم هو من العصبه باش العصبه الضربه ديال الكبرى. نعم 60 الاعلان عن التسلل الموجود ضد مهاجم الحسنيه. شوف هذه العمليه الصوره اللي كاينه هنا الاعلان عن التسلل وهنا الصوره كاين تسلل ولا ما كاينش تسلل. تفضل سخونات. نعاود نشوفوا الحاله الاولى لان ربما بلي غادي نوصلوا غادي نقلبوا على شوفوا لي عاده واش كاين تسلل ولا ما كاينش ضد مهاجم الحسنيه. الصوره الاخرى وكاين الخط هنا. تفضل. الى خرجت الكره دابا راه ما كاينش تسلل. زيدوا شويه راه الكره راه زيد شويه باقا ما خرجتش. زيد راه الكرة راه بدا الكرة راه وصلت في هذه الحالة. الكرة راه وصلت اللاعب الاخر اللي من بس على الفلون. انا ربما الخط اللي وقع لي وهو اللاعب الاخر المتواجد يعني من خلف اللاعب الابيض وربما افتكرت انه كان لاعب مهاجم والعملية ليس فيها تسلل. نعم تحكيم المواجهة بثلاث حالات تكلمتوا كنظن ثلاث حالات وربما ثلاث حالات كانت يعني تتهم خصوصا الحكم المساعد تتبقى اللي كان عنده يمكن نقولوا حدا جوج على ولكن شوف شلو شوف نعم. شنو هز خلال المقابلات واللي ما تالوش واللي كانوا غادي يكونوا صح مادام انهم لم الجيش نادي القنيطره صفر مقابل صفر. عبد العالي الزاداني اربع حالات تحكيميه دقيقه 60 تدخل لاعب الجيش الملكي تدخل واش فيه خطا اذا كان فيه خطا وشي عقوبه انضباطيه الحكم يشير الى خطا وبطاقه صفراء. تفضل سي خونات. كاين الخطا عقوبة انضباطية نتمنى تعاود بانت لي بإهمال. نعم بانت لي من الحالة الوهلة الأولى بأن كاين إهمال.
تفضل سي مفتوح. بالفعل هنالك الخطأ موجود، ولكن العقوبة الانضباطية أنا لا أراها صحيحا، سواء تعلق الأمر بنوعية الخطأ فالخطأ هو بإهمال، أو تعلق الأمر مثلا بفرصة واعدة فهنالك فاللاعب يعني محاط بأربعة أو خمسة ديال اللاعبين، فالعقوبة الانضباطية لا وجود لها في هذه الحالة. 61 هل هناك لمسة يد في عملية تنفيذ هاد ضربة الخطأ في هذه العملية ديال الكرة اللي تطمات بالجدار؟ تفضل سي خونات. ليس هناك خطأ. سي بلتوح. هنالك لمسة يد في هذه الحالة. وقد أعيدت العملية أكثر من أربعة مرات، وقد رفع اللاعب المتواجد في الحائط عدم مروان ونص السبب. نعم. شوفوا السبب ديال عدم الإعلان. تفضل. شوفوا هنا. شوفوا اللاعب، شوف اليد فين تهزت، تهز اليد يعني ثلاثة ولا أربعة ديال اللاعبين تتهزوا فين وتتلمس ديالو. الوجه ديالو. لا الوجه ديالو ماشي فوق راسه. حيت هذه داز بحال هكا نظن في الكلاسيكو ديال. وداز حتى بالنسبة لنعقلوا على. حتى هنا في المغرب عند سيمبروك السنة الماضية وقد أعلن فيها عن ركلة الجزاء، يعني العملية واضحة. فوق اللي غادي البروتيجي. إذا أنت شنو كتشوف سي مفتوح؟ تنشوف أول تنشوف أن هنالك لمسة ما دام أن اليد ترفعت على الرأس. ثانيا السبب اللي ما جعلش أن الحكم. شوفوا الإعادة مرة أخرى. هو التموقع. شوف الإعادة مروان. التموقع. نرجع نشوفوا التموقع. العملية خلينا نرجع شوف باش يبان الحكم. أنا لا أرى التواجد ديال الحكم على اليمين ديال على اليمين الكرة غير صحيح بتاتا. علاش؟ فوق اللي وقف هنايا لو كانت هناك عملية تسلل، من هو الموقع اللي غادي يشوف فيه الحكم المساعد؟ كان نعم. يجب عليه أن يكون على يسار نعم. الكرة، وكان غادي يمكن له أن يشوف العملية نعم. في هذه الحالة. 62 ضربة جزاء للنادي القنيطري ومدى مشروعية هذه ركلة الجزاء. تفضل السي خونات. بالفعل كاين هناك اسقاط ديال اللاعب وكاين ضربه جزاء. تفضل سي بلفتوح. بالفعل هنالك يعني عمليه ديال الدفع خصوصا على مستوى الركبه بالنسبه للاعب المدافع للاعب المهاجم، وحتى فيما يخص يعني العمليه، وربما هنالك من يقول ان اللاعب كان منفردا او مع الحارس، الا انه لم يكن متمكنا من الكره في هذه الحاله، وكان العقوبه انضباطيه تستوجب يالله البطاقه الصفراء. 75 عمليه ديال التحايل يشير الحكم. شوفوا قرار الحكم. تفضل سي مفتوح. بالفعل عملية تحايل واضحة في هذه الحالة ديال اللاعب، حتى اللاعب يعني باللي اللاعب المدافع باللي شاف أن اللاعب ديجا راه تلاح جبد رجله. نعم سي خونات. بالفعل اللاعب ديال الشمالة كيلاصو تنقز راسو، دونك كان سيميلاسيون. تحكيم المواجهة سي خونات شنو يمكن تقول لنا عليه؟ كان مزيان صراحة، كان ممتاز. سي أنا ما غنقولش مزيان، غادي نقول متألق ومتميز. شفت المقابلة كلها وشفت السي الزاداني وربما ما اكتسبه من خبره ومن ذكاء ومن معرفه تحكيميه فقط، بل وراه خلال هذه المقابله، وانه حقيقه شيء يشرف التحكيم المغربي ما قام به السي الزاداني في هذه المقابله. اولمبيك كريب كاين هزيمه امام فريق الوداد بهدف المقابله شيء، الحكم عادل زراق بعد طول غياب نتابعوا في هذه المقابله. ثلاث حالات تحكيميه، الدقيقه التاسعه تدخل اللاعب الدردوري، التدخل واش فيه خطا؟ وإذا كان فيه خطا واش فيه عقوبة انضباطية؟ الحكم يشير لخطا. تفضل سي خونات. كاين الخطا، ما كاينش إنذار، كان الإهمال. اللاعب ديال الأولمبي الخريب كان هو كيحاول يلعب الكرة، ما كاينش بانش ليا كاين تهور فقط. بالفعل هنالك خطا، وكان حتى الحكم يعني بواحد الشيء من الذكاء كان ينتظر أن يترك الفرصة رغم أنه وقع المسك وقع، كان تيهضر ولكن في الوقت الحالي. احتكاك رياضي داك الشيء ولكن كان القرار ديالو. 26 نشوفوا عملية ديال التحايل كيعلن الحكم على اللاعب عماد رقيوي. تفضل سي بلفتوح. بالفعل كان عملية تحايل، والغريب في العملية أن حتى اللاعب المدافع ديال فريق الوداد في الوقت شاف اللاعب تلاح قبل يعني خلى له الطريق من يعني فين تلاح، لأن كانت واحد المسافة بيناتهم، والقرار ديال الحكم كان صعب في هذه الحالة. الحالة راه حتى هي درس بالنسبة للحكام، الإهمال راه ما كيكونش داخل منطقة الجزاء للحصول على ضربة الجزاء، راه كيكون في أي منطقة في الملعب. تحايل. تحايل كيكون في أي منطقة في الملعب. نعم. 93 هدف في البسيطة. نعم. وربما هو التحايل قرن بالمهاجمين. نعم. مع أن حتى في بعض الحالات هنالك بعض المدافعين اللي تيشوفوا بأنهم ما بقاش عندهم امتلاك ديال الكرة تيشوفوا راسهم، وربما قد يقوموا بالتحايل. كاين واحد النوع آخر ديال التحايل باقي
باقي شويه جديد عند بعض اللاعبين، هو كيتقاس في كتفه كيشد وجهه كيتقاس في راسه مع الوقت هذا الشيء نشوفوا. وربما العقوبه اللي كان خداها اللاعب البرازيلي كاس العالم بقيتي تقلب الى برازيل اللي شحال من لعب ريفالدو في الكورنير، يعني في الوقت اللي ضربوا اللاعب ضرب الكره في الركبه ديالو في التلقف ونعس وخدها عليها عقوبه ودرتها من الدروس. شنو هو التحايل؟ هو تاخذ شي حاجه ما كايناش او تبغي توهم الحكم شي حاجه ماشي ديالك. 93 الهدف المرفوض لفريق اولمبيك خريبكا بداعي الخطا، نشوفوا الحكم يشير الى ان الهدف غير مشروع بسبب وجود خطا. تفضل سيخونات. كاين دابا شفت اللقطه الحاله الاولى ما بانتش فيها ضرب، مي كاين هنا عرقله ديال اللاعب ديال الوداد، لذلك كان قرر الحكم الصائب. سي مفتوح بالفعل كان هناك عرق عمليه. شوفوا الاعاده مروان. تفضل هنا هذا العمليه هذه فوالا هذه العمليه اللي غادي تشوفوا الطريقه باش سقط اللاعب ديال الفريق المدافع. هنا كانت عمليه الدفع من الوراء هي اللي سهلت المرور ديال اللاعب المهاجم من اجل كتشوف يعني. انا اللاعب الاول هو اللي ارتكب اللاعب اللي مشى بالكره يعني في لو باساج، وحتى هنا عندنا راه مدرقنا لاعب هنا بالنسبه مدرقنا لاعب ديال الفريق ديال المدافعين، ولكن العمليه كيفاش سقطت مادام ان الحكم انه كان قريب وقد دابا القرب ديال الحكم شاف العمليه فهو قد هنا كنشوفوا المرور هنا ما غادي نشوف هنا شنو دار اللاعب بزغودي باش انه المرور ديالو فهو المرور ديالو مر يعني بدفع اللاعب من الوراء. حالة تحكيمية في هذا العدد، شنو يمكن نقولوا على ثلاثي التحكيم في هذه المواجهة السيخونات؟ زرق هو كان سار ما سار اصدقائه في هذا الاسبوع، كان التحكيم ديالو هو كان بعد طول غياب تو يمكن استفدوا من الاسبوع الماضي. تفضل بحال اللي قلت لك الاسبوع اللي فات بحال البطوله تنشوفوا كاين اهداف بعد شي مرات بزاف شي برا ما كاين شيء، هذاك الاسبوع ربما كانوا بعض الاخفاءات او بعض الهتافات هذا الاسبوع غير بغيت نصحح المساله ديال اللي كان ديال سلامه اللاعب عند الحكم. بالنسبه لسلامه اللاعب غير ربما كانت تقدمت بعض الملاحظات بانه نعم. انا قلت الاسبوع زيان في طيب. الحكم الحكم لا يسال بالفعل الحكم لا يسال ما تيسهرش على 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 بالفعل كيسهر نعم. ولكن اللي كاين عند الحكم انه الحكم لا يتحمل مسؤوليه اصابه اي لاعب بعد ما توقع له. انا غادي تجي تصرب هذا اللاعب، شنو هو الامكانيه ديالي لا القانونيه ولا المسطريه ولا باش انني معك جيت ضربتي ما عندي شنو اللي خصني انني بفوق نعطيك العقوبه او بلي نشوفك كلاعب انك تتمادى في الاخطاء انني نوقفك عند حدك. سلامه تفضل غير بسرعه فيما يخص التعويضات ديال التمييز ديال الحكام. نعم هذه غتبقى غنحاولوا ناخذوا انا غنقول لك هذه السنه انا نهضر على السنه اللي فاتت، هذه السنه هذه وربما مع الشيء اللي وقع في الجامعه وربما مازال ما صرفتش شيء في السنه الماضيه وربما كان تطوع ديال الحكام يعني مشكورين من اجل الموضوع اللي وهذا في اخر المطاف هو برنامج خاص بالحكام لهم وديالهم في اخر المطاف منه يمكن يناقشوا مجموعه من الاشياء واللي كنشوفوا ان حتى الابتسامه المحللين ملي كتكون اسبوع ما فيهش زعما حالات وهذا ماشي بحال الاسبوع اللي فارس زعما لا سي طلال ولا سي مفتوح عادي جدا هذا برنامج حكم الاخر. غنمشيو لسلسله بورترات الخاصه بالحكام اللي كيزاولوا حاليا والحكام السابقين. هذه المره كان زياره مسي كمال الادريسي وزميل البونجيمي لعادل بوجنان اللي كان معنا محلل في البرنامج وحضر معنا وغيحضر معنا ان شاء الله في حلقات قادمه، حكم فيدرال سابق من عصبه الوسط الشمالي. نتابعوا هذا البورتري ونعود. هكذا تطل عاصمة الزيتون بصخب شوارعها ونبض الحياة يدب في حواريها. مدينة مكناس أنجبت بالأمس القريب عادل بوجنان أحد قضاة البساط الأخضر المشهود لهم بالتميز. ابتدأت التحكيم بعصبة الشمال الشرقي آنذاك، كان الاسم ديالها الشمال الشرقي وكان تجمع مدينتي مكناس وفاس. ابتديت مشوار ديالي كأي حكم، ابتديت بالمساعدة كحكم مساعد إلى أن أتيحت لي الفرصة وخذيت التريو ديالي والحمد لله فرضت نفسي كحكم الى حدود سنه 1997 فين حصلت على درجه حكم فيدرالي، وكانت في نفس السنه انني عاود التحقت بمدينه مكناس.
للرجل حكاية عشق مع الصافرة، والتقى معها أجمل اللحظات في رحاب القسم الوطني الأول وسط رئيس الكرة الوطنية. حكم المباراة عادل بوشدان، تنطلق المباراة في هذه الآونة في دوري النخبة الأول لكرة القدم دوري المجموعة الوطني الأول. خدت أول مباراة سنة 1995 بين حسنية أكادير والدفاع الحسني الجديدي. بعد منها بطبيعة الحال كانت شيء طبيعي أن المباراة الأولى في قسم الوطني الأول وأنت لازلت شابا كانت تحمل مجموعة من الأشياء، ولكن الحمد لله بفضل مساعدة المساعدين ديولي اللي كنت تنبلغ لهم أيضا الشكر، سي حسن بن هاري تنعقل وسي ستار، وفي نفس الوقت أيضا سي جباري من الصويرة، هذو المساعدين اللي كانوا كيلعبوا معايا بزاف. ذاكرة الرياضة الوطنية تحتفظ لمدينة مكناس بمعلمتها الرياضية، الملعب الشرفي الذي يرتبط مع عادل بوجنان بوصال خاص. ملعب المنافسة بطبيعة الحال يوحي لي بالفضاء ديال الممارسة اللي تقريبا داز واحد 18 سنة، والملعب الآن ولا هو الوسيلة الأساسية في عملية التكوين والتكوين المستمر، لأن ما هو نظري أصبح الآن في متناول كل الحكام، لكن كيفية ترجمة هذه المعلومات النظرية أو المعرفية إلى أرض الواقع في الملعب هو الذي أصبح هاجس الاتحاد الدولي، واللي ولات كتسخر له مجموعة من الدورات التكوينية، ولات الدورات التكوينية كتعتمد بواحد ثلثين من البرامج ديالها على التدريب الميدانية. بموازاة مع مساره الرياضي المتميز، يعد عادل بوجنان من خيرة المؤطرين التربويين الذي مزج بين الفكر البيداغوجي والحس الرياضي. نجحت في الامتحان ديال الترقية كحكم متجول بالعصاب سنة 1999، وهي السنة اللي صدفت التحاقي بسلك التعليم الثانوي بمدينة أسفي. أخ عادل بوجنان هو أستاذ مادة اللغة العربية عندنا، من خيرة الأساتذة يعني اللي في المؤسسة، يعني لا من حيث الانضباط الحمد لله، لا من حيث السلوك، لا من حيث التعامل مع التلاميذ، التعامل مع الطاقم الزملاء ديالو الطاقم التربوي والإدارة. أنا كنسميه دائما حكم وحكيم، لأن رغم أنه يعني خرج الميادين ديال كرة القدم ولكن مازال كيحتفظ بالصفارة ديالو وبديك البطاقة الصفراء والبطاقة الحمراء، إلى درجة أن يشيروها في بعض الأحيان في وجه بعض التلاميذ المخلين بالنظام داخل القسم. كل ما عرف الحكم أنه يفرغ الوقت ديال الثالث ديالو في فضاءات اللي تنسيه الضغط ديال الصافرة، كل ما زاد قوة الشخصية ديالو وثقة بالنفس. بطبيعة الحال الأبناء عندهم وقت ديالهم، على اعتبار أنهم عندهم واحد الأربع فلاشية ويوم السبت في الصباح في الغالب ما تنخصوا لهم من أجل حتى هما إما يمارسوا شيء ما من الرياضة أو تنديروا جولات بالدراجة بثلاثة بينا في مكناس، وعندنا اهتمامات أخرى منها أيضا الموسيقى التي يمارسها ابني بدر. قدر عادل بوجنان أن ينهي المشوار وهو في أوج تألقه، تاركا الجمال بما حمل وصفحات مشرقة من عطاء سيشكل لا محالة زادا للأجيال المقبلة. كأي محارب عندما ينهي مشواره يستريح، وسنة الحياة هي هذه، لكل بداية النهاية. 2007 قبل التقاعد ديالي، وهي السنة اللي كنت قاعد فيها النيت مع السي سليمان البرهمي والسي القزاز. آخر مباراة كنت تذكري مباراة المغرب التطواني وجيت الملك. سي بلتوح، بالفعل الأخ عادل بوجنان حقيقة وربما أنا تنحييه على المجهود، إنسان تربوي داخل وزارة التعليم كأستاذ وكذلك
كاستاذ على مستوى تلقين الحكام، وما خصناش ننكروا انه في الوقت اللي كان السي بوجنان هو اللي مكلف بالتكوين في مدينه مكناس، ففي 2012 وربما احتل مدينه مكناس الدرجه الثانيه فيما يخص نسبه النجاح. شكرا لانه والله الا دخلنا في الوقت خفنا من السي مروان مسكرين حتى هو يدخل يعطينا شي صفره المخرج ديالنا. تفضل سي خونات شي كلمه. كلمه كيشرفوا بحال هذا البرنامج ديال القاء النظره على الحكام السابقين. هذا كيشرف واعتراف على الاقل، اعتراف برنامج خاص بالحكام. لا مشكور. شكرا سي حسن خونات على حضورك معنا. شكرا سي عبد العزيز بن فتوح محلل برنامج على حضورك معنا. ما قدرناش نقراو الرسائل ديالكم العديده، اكيد ان شاء الله نلقاو لها وقيت باش نقراوها في الاسبوع المقبل، سواء عبر الموقع الالكتروني الحكم الاخر @riyadia.com او عبر الموقع التواصلي facebook.com/emission.alhakamalakhir. الشكر لمروان مسكري مخرج هذا العدد، وكذلك رئيس تحرير ومعد البرنامج كمال الادريسي هذا مراكش يسري مراكش. يحييكم في امان الله.